بانوراما الاسبوع لك. خلونا نطلع نشوف واحده من كاميرا الشروق تتجول في ولايات السودان وتذهب بنا الى جبل مويا في سنار الجميله من خلال بلدنا حلوه. تابعونا وابقوا معنا ونرجع من بعدها نكمل مع استاذ الزبير سعيد. في أعلى قمة جبل مويا بدأت قصة تاريخية وأثرية ارتبطت بالرحالة الإنجليزي هنري ويلكم صاحب هذه البناية التي تعرف ببيت الكتل. ويلكم جاء إلى جبل مويا إثر معلومات توفرت من مستكشف زار النيل من المنبع إلى المصب في العام 1700، وبنى ويلكم هذه السرايا في العام 1910 بعد إقناعه أهالي المنطقة بجدوده الذين دفنوا على قمة الجبل. وتتكون سرايا ويلكم التاريخية من غرف وصالات بنيت من الحجارة بجانب عمارة شيدت من طابقين أصبحت فيما بعد أول عمارة بنيت في السودان بحسب رأي المؤرخين. جبل مويا قرية صغيرة تقع غرب مدينة سنار التي تشتهر بتوفر عوامل الجذب التاريخي والأثري والسياحي، حيث يوجد بها خزان سنار الذي شيده الإنجليز في العام 1925 لري القطن بمشروع الجزيرة آنذاك، وتقع ما بين ترعتي الجزيرة والمناجل وضفة النيل آثار سنار القديمة ممثلة في مباني مكتب البريد والبرق التابع للعهد التركي، إلى جانب بنايتين صغيرتين كانتا تستخدمان مكاتب لموظفي المرسى على النيل. وعلى الرغم من أن هذه المنطقة مصنفة أثريا إلا أنها تعاني الإهمال، واستغلها المواطنون أماكن لصناعة الطوب ويستوطنوا في أنحاء منها دون رقيب، كما هو حال الآثار التي تقع على قمة جبل مويا، فهي معرضة لعوامل الطبيعة التي أدت إلى تعرية أجزاء منها ولم يستفد منها المواطن بشيء يعود إليه. قرية جبل مويا تغطنها أكثر من 40 قبيلة تعايشت وانصهرت فيما بينها، وتبدو حياة أهالي المنطقة أكثر أريحية، لكنها لا تختلف عن حياة البادية في مدن السودان الأخرى. وتشكل الحفائر في فصل الخريف مصدرا رئيسا للمياه التي تستخدم لأغراض النظافة، بجانب عيون الماء التي تنبع من أعلى الجبل وتستخدم للشراب. ولم يكن الوصول إلى هذه الينابيع سهلا للتعرف على طريقة الحصول على المياه. ساهم الرحالة هنري ويلكم في إعادة تأهيل ينابيع المياه هذه ببنائها بالحجارة، ونتيجة لهذه الينابيع جاءت تسمية المنطقة. تتوفر الأعشاب على سفح جبل مويا وفي قمته، وينشط أهالي المنطقة في تربية مواشيهم واستغلال ما توفر بأعلى الجبل في حياتهم اليومية، وكثيرا ما يقصدونه للتنزه والترفيه واكتشاف بعض الآثار. أما الزوار فهم يقصدونه للتعرف على مكنوناته في زيارات تعريفية. ويروى أن الجبل كان مكانا للتعبد يقصده أهل التصوف، إذ توجد آثار لمغارة كان يتعبد فيها الشيخ هج أبو قرن أحد أعلام التصوف في السودان. الآثار الموجودة بجبل مويا لا تزال تحيطها الأسرار والعجائب، فالمنطقة برمتها تحتاج إلى استكشاف جديد ليسهم في تنمية المنطقة التي يعود تاريخها إلى دولة الفونج أو الدولة السنارية القديمة.